ازيكم؟ عمرك دخلت الجيم قبل كده ولقيت حد بيتمرن تمرينة رجل وهو حافي؟ على فكرة هو سليم جدا وصح. كان عندنا مدرسة زمان بتقول ان ما ينفعش خالص ان احنا نلعب حافيين، لان ده بيسبب قطع في الاربطة بتاعة بطن القدم. لكن الحقيقة الدراسات دي اتغيرت تماما، بالعكس احنا لما بنلعب تمرينة خصوصا لو كانت تمرينة رجل وانت حافي، انت بتحس بالتمرين اكتر، لان كل قدم رجلك لامس الارض فانت متحكم تماما في اتزانك، لان واصل لجسمك كمية من الجاذبية كبيرة جدا محسساك بتقل ومحسساك بتقلك، انت مش تقل التمرين، تقلك انت واقف ماسك نفسك، تقلك انت على الارض. ده بيحسن ادائك بشكل كبير جدا، بيرفع مقدرة الاتزان بشكل كبير جدا، ومهم ومفيد. وبالعكس حتى اقواس القدم او اربطة القدم اللي احنا كنا بنخاف عليها لا تتمرن وتتقطع وقت التمرين، بالعكس هي بتستفاد جدا وبتسبب لها مرونة كبيرة جدا. لكن ما ينفعش نهائي اني اتمرن حافي لو انا هتمرن تمرين كارديو، يعني ولا اجري ولا نط الحبل ولا امشي وانا حافي. انا بتكلم على تمرين رجل وانا واقف، سكوات، ديد ليفت، اي تمرين بعمله وانا ثابت على الارض وما بتنططش وما بعملش اي حاجة ممكن تسبب صدمة لقدم الرجل. التمرينة وانت حافي مهمة مميزة، لازم تجربها في حالة ما إذا أنت واقف على رجلك. لكن جري، تاني بكرر وبأكد، جري، نط حبل أو أيا كان شكل التمرينة اللي فيها جمب، ممنوع تماما أن أنت تتمرنها بدون ما تكون مرتدي حذاء كويس جدا، ويكون كمان في إير ماكس عشان ما يبقاش في مشاكل خالص في ظهرك. صباح الفل.